الكل يخشى وباء كورونا في فلسطين ويعمل المستطاع أن لا يصله، من بينهم المعلمة إسراء أبو سنينة، وهي واحدة من بين آلاف المعلمات والمعلمين تنظم حصصها المدرسية لطالباتها عبر شبكة الإنترنت ضمن قرار التعليم عن بعد. اعتذرت عن استقبالنا لترك المسافات في زمن كورونا وبادرت لتصوير حصتها المدرسية بنفسها. من خلال الصف الافتراضي قدرنا نمشي بالجانب النظري كتير منيح، ولكن الجانب العملي صح استخدمنا برامج محاكاة وبرامج سيميوليشن وبرامج اللاب الافتراضي، لكن هذا ما بكفي عن وجود الطالب في المختبر يمسك القطع الإلكترونية بإيده يشوف فرحة إتمام المهمة. كيف حالكم الصبايا؟ تضيف إسراء إن محدودية سرعة الإنترنت في بعض الأحيان وعدم توفر أجهزة لدى الطالبات للتواصل مع المعلمين تزيد من التحديات لديهم، لكنها لا تلغي أهمية التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة. في الحديقة المجاورة وجدنا ميرال، طالبة في المرحلة الابتدائية، تقول إن وجودها في الحديقة يخفف من ثقل هذا النظام عليها، فهي تفضل المقاعد المدرسية وتشتاق لأصدقائها. احنا دائما بنحب نكون في المدرسه اكثر، عشان التعليم في المدرسه بيكون احسن واقرب للمعلمه. احنا بندرس عن طريق الانترنت، اسمه نوبل، كل يوم في بيكون ماده او لغه، وكل ما نكون في المدرسه بيكون الدراسه احسن. يفرض فيروس كورونا على الفلسطينيين حجرا منزليا، ويحاول كل في موقعه انجاز اعماله، من بينهم طلاب المدارس والجامعات. وحتى الآن يبدو أن التعليم عن بعد على عكس المتوقع يثبت نجاعته رغم التحديات. قرابة 70 عاما عمر هذه المدرسة، أغلقت أبوابها حروب وانتفاضات، واليوم مغلقة كغيرها من المدارس والجامعات لسبب غير مسبوق. كورونا يغير حياة الناس وما ألفوه، ويصبح فصلا جديدا في تاريخ فلسطين والعالم. يارا العملي العربي، رام الله.